السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفاش جاك شنو هو الحوت الأخ؟ المرينة وما أدراك منين؟ عندك خافش أنا الوالدي دابا كون هان نطلع القاسمة الأخرى نشوف. يا الشيع قلنا لك أربع لي قال لك قال لك من خلينا نشوف القاسمة الأخرى لعله وعسى. خويا ادريس. خويا ان شاء الله الله يجيب لينا شي درعين من المرين. يلا وفيلمي فيلمي الانتحار هذا هو سر المرينه وما تيقوش. هاي انت شو جايب لي مطرقه هذه مطرقه ولا شنو؟ سير البيك. هاي عليك بالتليفون عليك بالبيكي ضرب الكاميرا شوفي عليك بالبيكي عليك بالبيكي او الراس نا نا تعال الموصيه هك هاي ارقد لينا الوادي ارجع دور في مين ارجع عيد على الوالد بس علمي امك بقى تاكلي السردين والسردين ها شدي ها هذه بخاطر خواطر وكاع الصياده ديال بوزنيقه من هنا تال بوجدور ها اشدي الله يجعل البركه الاخ والان معكم المعلم اخويا كي دايره في الماكله تعالي يا اختي كريمه تعالي سيري حدا السله سيري حدا سير حدا لي غنمشي نجيب صناره فنطعنا باش يشفق والدي عاوتاني الله يجيب شي درعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.